ثم صرخ بسام صرخة مدوية شقت سكون الليل وكسرت جدار الصمت. أنا القاتل. وارتمى على كرسيه يجهش بالبكاء. نقطة انتهى، خلصت الرواية، يعطيك العافية. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب ويخلي لي اياكي ويسلم مهديات. الحقيقة يا سميرة أنا لولاكي ما كنت أسوى شيء، لأنك وفرتي علي جهد كبير، الواحد يحكي الحق. إيه بس يعني إن شاء الله تبين معك بعد كل هالتعب. ولا يهمك روحي، راح تبين صدقيني. طيب بدي أسألك، لولاي شو كان بيطلع بإيدك تعمل؟ ما بقدر أعمل شيء لولاكي، قال أعمل قال. أنا لولاكي صفر على الشمال، يعني بالفعل صدق الذي قال وراء كل رجل عظيم امرأة تطبع له على الكمبيوتر. طيب شو ساوي هلا؟ بتريد انسخلك اياها ولا خليها على الفلوبي؟ انت خليها على الفلوبي مبدئيا وبعدين بنسحبها. اوكي تفضل. وهي الفلوبي تبع الروايه صار جاهز. حبيبي ما قلت لي انت ليش ما عم تبدا النشر؟ يعني ما شاء الله صار عندك 4 روايات جاهزين. خلص ولا يهمك، من هلا ورايح قررت ابدا النشر، وراح تكون روايه جريمه في حاره الباشا اول روايه راح انشرها. ايه بس في شغله انا حابه افهمها. شو هي يا ترى؟ يعني انت ليش عم تجمع كل هاي الروايات؟ ليش ما بتنشر اول باول؟ ما بقدر يا سميرة لاني متبع تكتيك خاص. ممكن افهم شو هو هذا التكتيك؟ على عيني رح فهمك. هلا فرضا نشرت هالرواية يلي قلت لك عنها جريمة في حالة الباشا ونالت اعجاب واستحسان القراء والنقاد ونجحت، فكرك شو رح يصير وقتها؟ اكيد رح يطلبوا منك رواية تانية. صحيح، برافو عليكي. وأنا على بين ما أكتب رواية تانية بتكون الناس نسيتني وبيخف الطلب على اسمي. أما إذا كنت جاهز ونشرت 4 روايات ورا بعضهم بكون عملت لحالي اسم لامع وثبتت أقدامي بالساحة الأدبية. معقول كتير، بس ما قلت لي قديش رح يكلفك نشر الرواية؟ بصراحة بيكلف كتير، ومشان هيك ما رح أنشره على حسابي الخاص. لكن على حساب مين؟ أوعي يكون على حسابي. ها لا اطمني، لا على حسابي ولا على حسابك، على حساب دار النشر. يعني باختصار انا بقبض من دار النشر حق روايتي وبحطه بجيبتي، وبعدين ما لي علاقه باي شيء تاني، ربحوا خسروا سوقوا وزعوا يصطفلوا، انا لا دخلني ولا خرجني. طيب حبيبي انت متاكد انه رح ينشروا لك؟ والله انا واثق من حالي ومن امكانياتي، وبتصوري هالشي بكفي. لك بتعجبني فيك هالثقه بالنفس. بس هذا اللي بيعجبك فيني؟ ايه بس شو مفكر لك؟ عفوا مين عم يحكي؟ الاستاذ عبد القادر عبدلي. اهلا وسهلا فيك. منين عم تحكي استاذ، من هون ولا من ادلب؟ اهلا وسهلا. ايه شرف لعندي لهون استاذ. شوف استاذ، اذا كانت المترجمات من الادب التركي فجيب المترجمات لانشر لك اياها فورا. لا 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 استاذ، لانه الادب التركي ماشي سوء بهالايام، وخصوصا لعزيز نيسين ومظفر ازكو وخلدون طرار. انت تعال هون ومنتفاهم. خلص استاذ عبد، ما بتكون الا رضيان ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه استاذ عبد. تفضل. صباح الخير استاذ زاهر. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. تفضل. شكرا يا استاذ، الله يخليك ويديمك. يا اهلا وسهلا. انا بهاء العجلاني يلي حكيتك على التليفون. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. الله يخليك. حضرتك قلت لي انه عندك مجموعه شعريه للنشر، ما هيك؟ لا، روايه. ايوه روايه. روايه حلو كثير. بس حضرتك نشرت شيء قبل هالمره؟ الحقيقه لا، لسه ما نشرت شيء، هي أول مرة. يا سيدي مو مشكلة، وإن شاء الله بتكون فاتحة خير بيناتنا. جبت مخطوط الرواية معك؟ إيه طبعًا، وهي المخطوط مطبوع بالكامل على هالفلوبي، تفضل. يا سيدي أحييك، لأنه تخزين الرواية على الفلوبي أضمن وأنسب، وغير هيك بيوفر علينا مشقة قراءة الخطوط الرديئة، فيا ريت كل الكتاب يمشوا على طريقتك يا أستاذ. يا سيدي الله يخليك، هذا من لطفك. عفوا استاذ، انت عندك فكره عن تكاليف النشر؟ لا والله ما عندي فكره.
ليش؟ شو ليش؟ ما بدك تعرف قديش بتكلف نشر الرواية؟ عفوا أستاذ زاهر، أنا آسف، يبدو أني ما حطيتك بصورة الوضع تماما. يعني في عندك اقتراحات؟ لا، مو قصة اقتراحات، بس الحقيقة أنا ما عندي إمكانيات للنشر على حسابي. بقى إذا في مجال تنشروها أنتو وتبدو من هلأ ب... لا تكمل أستاذ، أنا فهمت عليك. آسف كتير، يعني لا تأخذني بهالكلمة، إمكانية الدار مو خرج تتحمل هيك مغامرة. مغامرة؟ طبعا مغامرة، يعني عفوا نشر رواية لكاتب محلي ومغمور مو بس يعتبر مغامرة، يعتبر تهور وقفز في المجهول. أوف، وليش بقى أستاذ زاهر؟ رح قلك ليش، بس رجاء ما تزعل مني. لا لا ولا يهمك أستاذ، تفضل. الحقيقة أنه ثقة انعدمت تماما بين القارئ العربي والروائي العربي، سواء كان هذا الروائي كاتب قصة قصيرة أو رواية، أو حتى كان كاتب محلي أو كاتب عربي من قطر آخر. يعني بصراحة ما بعرف ليش كتابنا فقدوا القدرة على الابتكار والإبداع. لا مو لهالدرجة أستاذ زاهر. يا سيدي لهالدرجة وأكثر، وما بكون عم بالغ إذا قلت لك إنه الساحة الأدبية عم تعاني من الخواء. معلش أستاذ خلينا موضوعيين، يعني في فراغ كبير ما حدا عم يقدر يملي من الكتاب العربي. لا والمشكلة مو هون. وين المشكلة لكان؟ المشكلة إنه كتابنا عم يتأثروا بالموجات الأدبية اللي عم تطلع بالغرب وصاروا أسيرين إلى. يعني بالفعل مثلا ما عدت تلاقي كاتب له شخصية أدبية مستقلة، والسبب هو إنه الكل عم يقلد ويقتبس. طيب شو عليه إذا الواحد اقتبس أو تأثر بكاتب آخر؟ يعني لا تنسى إنه في شيء اسمه التواصل بالأدب الإنساني. أنا معك لما بيكون في أخذ وعطاء، مو بس أخذ. معظم الشعراء عم يكتبوا عن الحداثة وما بعد الحداثة، ونسوا الشعر العمودي الجميل نهائيا، وصاروا يقلدوا بودلير، بابلو نيرودا، بوشكين. اشتهيت واحد فيهم ينهج نهج المتنبي، أو بدر شاكر السياب، أو جبران خليل جبران، وكأنه الشعر خلق بالغرب ما خلق عنا. يا سيدي بهي معك حق، يعني مو معقولة أمي مثل أمتنا كان تراثها الأدبي تقريبا مبني على الشعر تجي هلأ تستورد الشعر من الغرب. لا وغير هيك ما حدا بيعرف الأوزان ولا العروض، وبعمره مو سمعانين بالبحور الشعرية، مو سمعانين لا بالطويل ولا البسيط ولا الوافر ولا الكامل ولا المقتضب ولا المجتث ولا المنسرح ولا السريع ولا الخفيف، ومشان هيك بيهربوا من الوزن والتفعيلة للتعابير الجميلة أو الصور الضبابية. لا لو وقفت الشغلة عالشعر هينة، بس كمان كتاب القصة الساخرة صاروا بدهم يقلدوا تشيخوف وعزيز نيسن، والروائيين بدهم يقلدوا ديستوفيسكي وكانديرا وماركيز، والمسرحيين بدهم يقلدوا بريخت وإبسن وأرسن ميرر. بالفعل مشكلة يا أستاذ زاهر. مو بس مشكلة، هاي كارثة. ونحن إذا رح نضل هيك رح تنمحى هويتنا الثقافية ونصير بخبر كان. بس يا أستاذ زاهر عفوا، يعني أنتوا إذا كنتوا حريصين على الهوية الثقافية فالمفروض تنشروا إنتاج محلي مو إنتاج مترجم. ليك التاني، يعني معقولة أنا أخسر وحط مصاري من جيبتي منشان حافظ على الهوية الثقافية؟ أنا اللي بهمني أولا وأخيرا أني أطبع كتاب جيد ويجيني منه مردود جيد، وأكثر من هيك ما بدي. أصبح بهالصورة أنت ظلمتني. شلون يعني؟ يعني عدم المؤاخذة يا أستاذ زاهر، حضرتك تعاملت مع روايتي بأحكام مسبقة، والمفروض تقرأ بالأول وبعدين تبدي رأيك. عفوا أستاذ، أنا ما حكيت شيء عن روايتك. بالعكس تماما، ممكن تكون روايتك شغلة مهمة كتير، بس كل ما هنالك أنا ماني جاهز غامر وانشر على حسابي. ماني جاهز غامر إطلاقا. طيب أوكي، بس زين أنا شرفنا معرفتك. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ، وأنا بكرر أسفي. لا ولا يهمك، معلش ما في مشكلة، تفضل. شكرا. آسف كتير يا أستاذ، ما بننشر إلا روايات مترجمة، بقى إذا عندك شي مترجم أهلا وسهلا فيك. مع الأسف يا أستاذ، أنا ما عدت نشرت روايات محلية من زمن بعيد،
بس إذا عندك روايات مترجمة من التركي أو الروسي أو الفرنسي أو الإنجليزي، أنا مستعد أنشرهم فوراً وبدون أي تحفظ. ماشي الحال. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالحكي؟ يعني ولا دار نشر قبلت تنشر لك الرواية؟ تعدميهم يا سميرة، ولا دار قبلت، ومو بس هيك، حتى قرايه ما حدا تنازل يقرا، ما حدا قال لي شو في معك. بقى معقولة يا سميرة؟ معقولة يكون أي كاتب أجنبي له فرصة بالنشر هون أكثر من الكتاب العرب المحليين؟ فعلاً هزولات. أنا ما عم بفهم، شو السبب اللي خلى ثقتهم بالكاتب المحلي تنعدم بهي الطريقة؟ والله ما بعرف، شو بيعرفني؟ خلاص. اسمع بهاء، معناها ما في غير إنك تنشر عن طريق وزارة الثقافة أو عن طريق اتحاد الكتاب العرب. هدول قطاع عام والمفروض إنهم يشجعوا ويستوعبوا الموضوع. صحيح، بس المشكلة أنا مالي عضو بالاتحاد، والنشر عن طريق الوزارة له إجراءات روتينية إلها أول ما لآخر، وبصراحة أنا مالي مستعد أنتظر على قلبي. طيب والعمل؟ ما بعرف يا سميرة، والله ما بعرف، والله شي بحير. والمشكلة صار لازمني مصاري وبسرعة كمان. أي معلوم، صار لازمنا مصاري، أكيد بدنا مصاري. بهاء، إجتني فكرة. شو هي؟ هاتي لشوف. هلأ هني ما أبدو لك استعدادهم لنشر أي شي مترجم؟ بلا، هيك قالوا. خلاص، معناها ما في غير إنك ترجم لك كم رواية أجنبية وتنشرهم، ومن حقهم فيك تطبع روايتك على حسابك. بعدين حبيبي ما شاء الله عليك، أنت فتحة باللغة الإنجليزية وترجمتك كتير سريعة. صحيح، بس هذا بده وقت يا سميرة. شو فكرك يعني الترجمة سهلة؟ الترجمة كتابة تانية، يعني على الأقل بدي 3 شهور لترجم أي رواية، ولا مفكرتين الدكتور سامي الدروبي؟ هي لأ، هيك عقدت كتير. وينك سميرة؟ أنا لقيت الحل. طيب شو هو؟ أنا رح أترجم رواية أجنبية، ما في قدامي غير الحل. شبنا بها؟ هلأ كنا عم نحكي بنفس الموضوع وأنت ما قبلت. صحيح، طولي بالك علي، لا تخطفي الكباية من راس المعون، رح كمل فكرتي. أنا رح أترجم رواية أجنبية سهلة كتير، يعني بيوم زمان بتكون خالصة وعلى 24 إيراط. شو هالرواية العظيمة اللي بتترجم بيوم زمان؟ روايتي جريمة في حارة الباشا. لك شو عم تحكي أنت؟ شو نسيان إنه روايتك مكتوبة بالعربي؟ لا ما نسيت، كل ما هنالك أني رح أترجم الرواية أول شيء للإنجليزي، وبعدين رح أرجعها للعربي، وهيك بصير اسمها رواية مترجمة. ما فهمت عليك شيء، شو قصدك؟ يعني بصريح العبارة رح أقدم الرواية تبعي على أساس إنها رواية مترجمة وباسم شيء كاتب أجنبي من اختراعي، ليكن مثلا روبرت ماكلاود أو ويليام روبنسون، هنري سميث. هنري سميث، حلوة الاسم مو هيك؟ معقولة؟ معقولة تتخلى عن حقك المعنوي والأدبي بالرواية بهالسهولة؟ ستي معقولة وستي معقولة كمان، لأنه بصراحة ما ضل قدامي غير هالحل. بعدين أنا ما رح أتخلى عن اسمي على طول، هاي خطة مرحلية وبس. عن جد ما عم بفهم عليك؟ يعني إذا مشي الحال وقدرت أنشر رواياتي على أنها روايات مترجمة ولكاتب من اختراع بنات أفكاري، ممكن فيما بعد اكشف القصة قدام النقاد والصحفيين وارجع استعيد ملكيتي لهالروايات. بس خايفة ما تزبط معك، لأنه ساعتها رح يتهموك بالتزوير والتلاعب وبيجوز يعاقبوك على هالشي. ستي وعمرها ما تزبط، بكفي إني نزل اسمي مترجم لرواية، أنا قنعان بهالشي. ما بعرف بها، مالي مطمنة، عن جد خايفة ما تزبط معها. تزبط بتزبط، ليش لحتى ما تزبط؟ خصوصي إنه روايتي فكرتها إنسانية عامة، ما لها مرتبطة بشكل مباشر بأي بيئة، يعني مجرد تغيير أسماء الشخصيات والأماكن والمدن بتصير رواية أجنبية. طيب وبركي طلع في كاتب عن جد اسمه هنري سميث ورفع عليك دعوة بالقضاء. هلأ معقولة تزبط هيك صدفة؟ بعدين وينك؟ إذا مو مرتاحة لاسم هنري سميث، نقي أي اسم بيخطر على بالك. لا حبيبي، لا ما حذرت، أنا ما بحط ولا شيء على مسؤوليتي، أنت نقي الاسم وأنت تصرف. خلص لكان، خلينا على هنري سميث، أحلى من روبرت ماكلاود. هنري سميث اسم محترم وبيوحي إنه كاتب مهم. قومي لقلك قومي. لوين؟ لغرفة المكتب حتى مباشر ترجمة. قومي. إيه ستي؟ أول كل شيء غيري لي اسم الرواية من جريمة في حالة الباشا لجريمة في اللهم صلي على النبي في نيوكاسل، ديندي، ليفربول.
ليفربول. حلوة. جريمة في ليفربول. وين هي ليفربول؟ مدينة بإنجلترا. يعني نحن رح نعتبر إنه كاتب إنجليزي والأحداث كلها عم تصير بإنجلترا. ماشي الحال. شو غير كمان؟ رح نبدأ أول شيء بأسماء الشخصيات. إيه ستي، حطي لي توماس بدال تامير، وبول بدال بسام، ومايكل بدال وائل، وحطي لي بدال نسرين كريستين، وميريل بدال مريم، وإليزابيث بدال هيفاء، وكلوديا بدال نادية، ونيكولاس بدال عباس، وفيفيان بدال إحسان، وباربرا بدال بهيرة. ولسه في عنا شخصيات بالرواية غير هدول؟ ايه لسه في عبد الجبار. عبد الجبار، عبد الجبار، عبد الجبار. حطي بداله إدغار. ليش في هيك اسم؟ طبعا في. نسيتي الكاتب إدغار ألامبو. اوكي هاي خلصنا الاسماء، شو بقي لسه؟ لحظة لقلك، في عنا لسه المدن والاماكن. حطي لقلك، حطي هايد بارك بدال جنينة السبكي، والبيكاديلي سكوير بدال ساحة العباسيين، وماربل آرش بدال سوق ساروجا، وحطي بدال أوتوستراد برزي أوكسفورد ستريت، وبدال جنينة الطلائع أفنغارد غاردن، وبدال نفق الثورة فيكتوريا جانكشن، وبدل شارع المهدي مدينة ديندي، وحطي كمان ويمبلدون بدل بلودان، وبرادفورد بدل معربة، وحطي يا ستي برمنغهام بدل النبك. شوف شوفي لسه. ومانشستر بدل الحسكة، ونيوكاسل بدل عفرين. لسه في عنا شي كمان؟ لا حبيبي ما بظن، بس على كل حال أنا راح أعمل مراجعة سريعة للرواية. أوكي حبيبتي، وإذا مرق معك مثلاً أسماء أكلات أو مشاريب لا تنسي تغيريها. شو بيعرفني شو بدي حط بدالهم هدول؟ يعني مثلاً حطي بدال العرقسوس سوفت درينك، وبدال الفلافل هوت دوغ، وبدال الفطور يعني مكدوس وزعتر وشنجليش ومامونية حطي انتر كونتيننتال بريكفاست. ماشي الحال. ولا يهمك، خلال ساعتين ثلاثة بتكون الترجمة جاهزة. بس وينك بها؟ على فكرة يعني لازم تحط اسمي على الرواية مو اسمك. أوف، وليش بها؟ لأنه عمليا أنا اللي ترجمت الرواية. صحيح، بس لا تنسي أنه أنا هنري سميث مو أنت حبيبتي. مين هنري سميث؟ بحياتي ماني سمعان فيه. أستاذ زاهر بسلامة عرفك، هذا كاتب إنجليزي جديد وضارب سوقه كتير بأوروبا، ورواياته عم تترجم لمعظم لغات العالم. وعلى فكرة هالكاتب هاد يعتبر حاليا من أهم كتاب الرواية البوليسية بعد أغاثا كريستي. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك أستاذ زاهر. طيب في حدا ترجم له شيء قبل هالمرة؟ هو على حد علمي لحد هلأ ما حدا ترجم له ولا رواية للغة العربية. يعني نحن رح يكون لنا قصب السبق بترجمة هيك أعمال لهيك مؤلف. طيب ممكن تعطيني المخطوط كم يوم لحتى أقرأ الرواية وأدرسها منيح؟ يا على عيني ورأسي أستاذ، تفضل. الرواية كلها موجودة بهذا الفلوبي. شو قلت لي اسم الرواية؟ جريمة في ليفربول. اسم مشوق كتير. بها ما قلت لي أنت رح يرد لك خبر؟ قال بعد يومين. بقى شو رأيك نكسب الوقت ونترجم الروايات المتبقية عندي؟ لا حبيبي، ليش مستعجل كل الوقت؟ أنا برأيي تستنى شوي لحتى يوافقوا لك على الرواية الأولانية. اطمن يا ستي رح يوافقوا. هنري سميث هاد رائد الرواية البوليسية بأوروبا، مو بهاء العجلاني. أستاذ بهاء اسمح لي هنيك على اختيار هذه الرواية الرائعة. بالفعل هالكاتب عبقري. مين قصدك؟ هنري سميث؟ طبعا هنري سميث، مين لك كان؟ بعدين يا اخي انت ترجمتك للروايه ممتازه جدا،
يعني بالفعل حسيت وأنا عم بقرأ الرواية إنه عم بقرأ رواية بلغة الأم مو مترجمة. أسلوب سلس وكأنك عم تاكل حلاوة طحينية. أنت مترجم موهوب وأنا كتير بيسعدني أتعامل معك. شكراً يا سيدي، هذا من لطفك. إيه أستاذ، خلينا نحكي بالجد، قديش بدك أجر الترجمة؟ يا سيدي ما بنختلف، مو مشكلة. أكيد ما رح تختلف ولو، بس أنا بحب أعرف قديش بدك. 100,000. 100,000؟ لا أستاذ بزعل منك. 100,000 هذا رقم كبير كتير. كتير؟ صدقني مو كتير على كاتب مثل هنري سميث، يعني اسلوبه صعب و... ترجمة سواء كانت لهنري سميث او لغيره. انا رح ادفع لك 70,000، شو رأيك؟ لا هيك صار الفرق بيناتنا كبير كتير، خليهم 80,000. تكرم عينك ما رح سعلك، وهي شيك ب80,000. الله يسلمك يا سيدي، وان شاء الله بيكون هالعمل فاتحة خير للتعامل بيناتنا. ان شاء الله لنا جميعا. تفضل. شكرا. بس الله يخليك، وقع لي التنازل عن المخطوط معك. يا على عيني وراسي. وإذا في عندك روايات تانية لنفس الكاتب ورجيني شطارتك لأشوف، جيبها لأنشر لك إياها. أنا مستعد يا سيدي. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا تفضل استاذ، هاي النسخة الأولى من رواية جريمة في ليفربول، وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، شكرا جزيلا. شريف، هاي رواية الطريق إلى برادفورد صارت جاهزة. يسلم وهديات، شكرا حبيبتي. الطريق إلى برادفورد، يا سلام، عنوان مشوق كتير. فعلا، والرواية أكيد رح تعجبك، يعني ما رح تقل أبدا عن روايتنا الأولى جريمة في ليفربول. وبيني وبينك بتعرف هالكاتب اكتشاف مهم كتير ومكسب كبير للمكتبة العربية؟ معلوم مكسب كبير كتير. طيب وقع لي هالتنازل وأنا رح وقع لك الشيك. على عيني وراسي. أخذ من وقتك أستاذ زاهر، بس الحقيقة أنا ترجمت روايتين جداد لهنري سميث، بس شو روايتين بيمزعوا العقل. أو ناوي تنشرهم أستاذ؟ طبعا ليش لا، مثل العادة. أنا برأيي نتريس شوي. وليش لحتى نتريس أستاذ؟ لأنه اسم هالكاتب بلش يحترق بالسوق. ليش لحتى يحترق؟ لأنه اكتشفت أنه مو بس نحن عم نترجم لهنري سميث. مو بس نحن؟ مين لك ها؟ أدريت إنه في 4 مترجمين قرروا يترجموا أعماله الكاملة لهالكاتب، ورح يبدأوا بنشر أعماله أول الشهر. الأعمال الكاملة؟ ولهنري سميث؟ وليش مستغرب؟ هذا أدب عالمي، ما نحكر إلنا بس، هذا متاح للجميع. أدب عالمي ما اختلفنا، بس يعني من بين كل كتاب العالم ما دائت عينهم إلا على هنري سميث. لك يخرب بيت هالكتاب شو عينهم ضيقة. قولكن انقطعوا مياتي ولا صار لازم دور على كاتب أجنبي تاني حتى ترجم له؟ شو عاصم بيك؟ في إشاعة كبيرة بالبلد عن تغيير الوزارة. ايه والله يا فايز سمعت بهالشي. يعني هذا الموضوع مجرد إشاعة ولا فيه هيك ريحة؟ لا مو مجرد إشاعة، لأنه ما في دخان بلا نار، وعلى الأغلب رئيس حكومتنا رح يقدم استقالة الحكومة بهاليومين 3. شو الحكي؟ يعني الحكومة طايرة عن جد؟ نعم يا سيدي طايرة. صبحي هات نار أبو لك. ومين بده يشكل وزارة جديدة؟ مو معروف شيء لحد إلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الوزارة ما صلى بالحكم سن زمان،
عدم المؤاخذه يعني، اي ما سخن تحتكم؟ انا بالنسبه لي سخن تحتي. بتعرف ليش يا فايز؟ لا والله ليش؟ لاني كنت مستلم حقيبه بالوزاره الماضيه، يعني هي تاني وزاره بكون عضو فيها. صحيح بالوزاره الماضيه كنت مستلم حقيبه المعارف، وبالوزاره الحاليه كنت مستلم حقيبه الشؤون القرويه، بس على الحالتين بيضل اسمي وزير، وبتعرف انت كلمه وزير مو سهله ابدا. اي لا طبعا مو سهله، بس صدقني انا زعلت عليك لما طلعت الاشاعه، وزعلت اكثر لما اكدت لي انت الاشاعه. وليش لتزعل؟ ما عاش الزعل. معقول يا عاصم بيك؟ معقول ما ازعل عليك؟ نحن رفعت عمر يا رجل، يعني المثل بيقول اذا صاحبك بخير انت بخير. ما اختلفنا، بس ليش لحتى تزعل علي؟ شي شلون ما بدي ازعل عليك وحضرتك رح تترك الوزاره بعد كم يوم؟ ومين قال لك اني رح اطلع برات الوزاره؟ مو هلا اكدت لي انه الحكومه رح تستقيل؟ بلى، واكيد هي رح تشكل الوزاره حزب من احزاب المعارضه لكم. ايه هذا شيء اكيد. معناته عدم المؤاخذه يعني حضرتك رح تقعد ببيتك بعد كم يوم؟ مو بالضروره. شلون يعني؟ يعني في احتمال 99% اني اطلع بتشكيل الحكومه الجديده. ليش بتعرفوا بده يشكل وزاره جديده؟ لا ما بعرفه، بس مين ما شكلها مو مشكله، اكيد ما رح ينساني. شلون بقى؟ معلش هاي حسابات معقده ببقى بشرح لك اياها بوقت تاني. تاكل مدلوقه؟ عندي مدلوقه طيبه كتير، توصاي شغل الميدان. ايه المنيحه بدها سؤال عاصم بيك، بس لا تنتلق عليها كتير، شي منه ولا كله. يا صبحي. نعم عاصم بيك. هات المدلوقه اوام. حاضر. ما في بالعاده فايز يطول عندك كل هالقد. معك حق، بس غرقنا بالحديث من دون ما نحس. كنا عم نحكي عن الوزاره الجديده. ليش في وزاره جديده؟ ايه على الاغلب في. ايوه والوزاره القديمه رح تستقيل. يو وانت رح تستقيل معهم؟ ايه طبعا، يعني معقوله هن يستقيلوا وانا ضل جوات الوزاره؟ والله مو خبريه يا شماتة. التهاني خانهم فينا. وليش تشمت التهاني خانهم فينا بقى؟ لأنها كانت رح تموت غيرة لما طلعت أنت بالوزارة وسلموك حقيبة. الله وكيلك لما سمعت الخبر كانت رح تنفلق نصي. لكان اطمن يا نوال، تهاني خانهم ما رح تشمت فينا أبدا. وشو عرفاك؟ لأنه على الأغلب رح يضل معي حقيبة. يعني رح تستقيل وتضل الحقيبة معك؟ ولك يا نوال الحقيبة تعبير مجازي، فكرك لما رح يسلموني الوزارة بيسلموني حقيبة شنتاي؟ عن جد بيسلموني اياها؟ ليكو التانية. لكن شلون رح تضل الحقيبة معك؟ في احتمال كبير اطلع بالتشكيلة الوزارية الجديدة. عن جد؟ يعني في احتمال كبير. اي عاصم انت شو عرفك؟ بناء على التكتيك السياسي اللي انا متبعه والخط المنهجي اللي انا راسمه لمستقبلي، وحسب لعبة التوازنات السياسية بالبلد لازم يكون في إلي رجل بالوزارة الجديدة، ما في كلام. إلهي إلهي اسمع منك يا رب. شو عاصم بيك؟ النصبي بيك بده شكل وزارة. إيه والله يا فايز هيك دريت. وعرفت مين طالع فيها؟ عم يقولوا إنه رح تكون وزارة ائتلاف، يعني رح تضم على الأغلب كل القوى السياسية بالبلد. عظيم، شي حلو كتير. حلو ما اختلفنا، بس انا ما بتوقع تطول كتير. ها وليش بقى؟ هيك حكومات هجينه وعلى مبدا من كل قطر اغنيه ما بتعمر زياده، لانه بتكون يا فايز وزاره توازنات مو اكثر، وهالتوازنات هي معرضه بسرعه للاختلال. مثلا يعني خدها بالعقل، شلون حزب الرفاه والبنين بده يحكم البلد مع حزب الايادي البيضاء؟ وشلون بده يجتمع حزب سوريا اليوم مع حزب سوريا الأمس بحكومة وحدة؟ شلون؟ شلون بده يتفق حزب الرايات الخفاقة مع حزب الطريق الوعر وفي بيناتهم ما صنع الحداد؟ شلون فايز؟ معك حق. طيب وحزبكم حزب الحزام الأخضر ما له حصة بالوزارة؟ مبلا، رح يعطونا حقيبتين. ويا ترى طالع لك شي حقيبة من الحقيبتين؟ لا طبعاً، لأنه قيادة الحزب عنا ما بترضى. شو يعني؟ طلعت برات الوزارة؟ هو بيني وبينك أنا هالمرة مالي معتمد على حزبنا. لكن على مين معتمد؟ لا تستعجل فايز،
بكره بتعرف كل شيء. انت شو رايك يا رامز؟ الحقيقه يا نصبي بيك التوليفه معقوله كثير، وهيك بتكونوا رضيتوا كل الاحزاب والقوى السياسيه بالبلد. بس بقيان حقيبه وزاره الشوارع والازقه، هي لم تنطعتوها. والله انا محتار، وانت شو رايك؟ انا رايي لازم نرضي الصناعيين والتجار الكبار بالبلد. وانا هيك عم اقول، وزارة الشوارع والأزقة المفروض نعطيها لوجه صناعي أو رجل أعمال مهم، وبهالحالة منكون حبكناها من كل الأطراف. طيب برأيك لم نعطيها يا رامز؟ سيدي شو رأيكم بعاصم كهريز؟ عاصم كهريز فكرة معقولة كثير، خصوصا أنه عاصم وجه معروف بالبلد وعنده خبرة سياسية كبيرة باعتباره كان بالوزارتين الأبلي. تصل لي فيه فورا. حاضر زميلي. أهلين رامز أفندي، شو أخبارك؟ إيه لا ماشي الحال، عم تدفعش. نعم نظمي بيك بده يشوفني، الموضوع مهم كتير. إيه ليش لا، إمتى ما بيحب أنا جاهز. هلا دغري معناها الموضوع سخن كتير. طيب ماشي الحال، مشوار الطريق بكون عندكم. الله معك، مع السلامة رامز أفندي. شفتي شلون هاي نظمي بيك طلبني؟ شو يعني؟ رح يسلموك حقيبة بالوزارة الجديدة؟ أكيد رح يسلموني حقيبة، لكن ليش طالبني؟ أصبح وينك؟ إذا خيرك بين حقيبتين ثلاثة نقي لك واحدة محرزة، ها؟ مو تستحي؟ يا نوال أنا ما بتفرق معي، المهم استلم حقيبة، المهم يكون إلي بكل وزارة عم تتشكل أصبعة وما أطلع من المولد بلا حموص. يلا السلام عليك، بيكونوا عم ينطروني. يخبرني خبرني شو بيصير معك، لا تنسى. إن شاء الله. الله معك، الله يوفقك يا رب. شو يا عاصم بيك؟ اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. سمعونا الفاتحة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم يا أخي. شلون دبرت حالك بوزارة الشوارع والأزقة؟ ما بعرف، بالفعل طلعت معلم. شوف يا فايز، السياسة لعبتي المفضلة، ولحتى أقدر ألعبها صح لازم أتقن قواعد اللعبة السياسية بهالبلد. وإنت بتعرف كل قواعد اللعبة السياسية؟ طبعا، والدليل هاي ثالث وزارة بتتشكل وأنا فيها. فعلا أنت الوزير الوحيد اللي كان له نصيب بالوزارات الثلاثة اللي تشكلت. إيه لكان حتى تعرف اني عم بلعب اللعبة صح وماسك كل خيوط اللعبة بإيدي. طيب نورنا عاصم بيك، علمنا على قواعد اللعبة اللي عم تحكي عنها. عسى ولعل ينومنا من الحب جانب. مو مشكلة، معك بتتعلم يا فايز. صباح الخير. صباح الخير. شلونك فايز؟ أهلين أهلين عاصم بيك. خير، ما في بالعادة تجي لعندي انت بهالوقت. ليش ما ادري شو صار؟ لا والله خير. حكومة نظمي بيك قدمت استقالتها. شو هالحكي؟ انت هلا سمعت بأخبار السبع وربع؟ العمى، شو المفاجأة هاي؟ بالفعل ما كانت محسوبة ابدا يا فايز افندي،
ويا ترى كلفوا حدا بتشكيل الوزارة ولا لسه؟ ايه كلفوا سعيد بيك الهامش. سعيد الهامش؟ ايه بس هذا طول عمره عايش على الهامش. تعرفوا عاصم بيك؟ ما عارف يا سطحية، من بعيد لبعيد. اللي لشوف يا فايز افندي، سمعت شي تاني كمان؟ ما سمعت شي، هذا اللي زاعوا. طيب اشاعات، ما سمعت شي اشاعات؟ يعني اللي بقصده الناس شو عم تحكي؟ عم بيقولوا انه الحكومة حكومة اصلاح، ومعظم اعضائها رح تكون من التيارات المحافظة بالبلد. صحيح، اكيد هالشي، لانه سعيد الهامش محسوب على المحافظين. استناني شوي لألبس اوعيي. ليش وين نروح على السرايا؟ لا شو على السرايا، شو بدنا بالسرايا هلا؟ بدنا نروح على الجامع نصلي لنا ركعتين. على الجامع؟ ايه، ما بتحب تصلي بالجامع انت؟ اه ايه مبلا مبلا. يلا دقيقتين بس ما بطول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اتكلنا عليك يا رب العباد. يا سيدي اتفقنا. إذن سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله يا الله، يا رب وفقنا لما فيه صلاح هذه الأمة يا رب. اللهم سترا. مبروك الوزارة الجديدة يا عاصم بيك. يا سيدي الله يبارك فيك. بدك الصراحة ما توقعتك تطلع بالوزارة الجديدة. وليش بقى؟ يا أخي حسيتك بعيد عن الطبخة. لا يا فايز اوعى تغلط، أنا ما في طبخة بتنطبخ وبكون بعيد عنها. ما اختلفنا، بس مو لدرجة تستلم حقيبة الشؤون الدينية. ليش ما بتلبق لي هيك وزارة؟ لا والله بتلبق لك، بس بدي أعرف شلون عم تزبط معك كل مرة. هاي رابع وزارة بتتشكل وبتضل فيها، يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ولا يهمك، راح أفهمك. اللهم صل على النبي. هات لشوف. لا لا مو هلا، اليوم المساء على العشاء بنحكي على رواق وبفهمك. طيب ليش مو هلا؟ هلا جايني وفد مشايخ كبير كتير بدهم يباركوا لي بالوزارة، خليها للمساء أحسن. مثل ما بتكون. صحيح، قبل ما انسى، صبحي عنا كمية هيلطية كافية للمساء؟ اي سيدي، هات شوف، فهمني قواعد اللعبة اللي عم تحكي فيها. تكرم عينك، رح فهمك. أول كل شيء، اللي على أي أساس بيختار الوزير عنا؟ ما بعرف، على أي أساس؟ عندك عدة احتمالات. نعم. يا أما بده يكون محسوب على شي حزب، أو على شي تيار سياسي مهم بهالبلد. هاي فهمناها. يا أما بده يكون وجه اجتماعي بارز وابن عيلة كبيرة بتتعاطى العمل السياسي. وهي كمان فهمناها. يا أما بده يكون له تاريخ سياسي ونضالي مهم، يعني مجاهد كبير، مناضل عتيق، خطيب سياسي لامع، يعني داخل المعترك السياسي على صغار. هاي ببصم لك فيها بالعشرة. وغيره؟ يا أما بده يكون محسوب على شيء قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد بالبلد، يعني صناعي بارز، ملاك كبير، مستثمر مهم، أو مسيطر على شيء قطاع حرفي مفصلي. باختصار لازم يكون ابن سوق وصاحب كلمة وتأثير ونفوذ في هذا السوق. هاي ما بنختلف عليها، بس انت شو على أنه محسوب من كل هدول؟ يا سيدي أنا محسوب على الكل، وهي اللعبة اللي عم بلعبها. يعني باختصار
أنا رجل التوازنات في هذا البلد، لأني جامع المجد من كل أطرافه، لأني بين السياسيين الكبار سياسي كبير، بين التجار والصناعيين تاجر له كلمة وسطوة، وبين المجاهدين مجاهد وصاحب تاريخ نضالي، وبين الدينين مفتي، وبين التقدميين طليعي، وبين الرجعيين متزمت، وبالوزارة الأولى أخذوني مشان اسم عائلتي المرموق، وبيت كهريز بيت سياسي عريق كتير بهالبلد وما بده اثنين يحكوا فيه. اي طبعاً عاصم بيك. وبالوزارة الثانية أخذوني مشان حزبي، حزب الحزام الأخضر. وبالوزارة الثالثة أخذوني مشان يرضوا قطاع الصناعيين والتجار بهالبلد، لأني طبعاً محسوب عليهم. وبالوزارة الرابعة أخذوني لأني محسوب على رجال الدين الأخيار بهالبلد، ودائماً بعمل موالد وجمعات وعظات ببيتي. يعني باختصار، أنا يا فايز كيف ما لحشني بجي واقف على رجلي. هلا فعلاً أنت داهي وعبقري على الحالة، مستقبلا لازم يكلفوك بتشكيل الحكومة. لا لا لا، الله لا يقدر، الله يبعدني عنها. اصلا انا مستحيل اقبل بهيك شيء. ايش وليش بقى؟ لانه رئيس الحكومة بيقعد له فترة وبعدين بيمشي، وانا ما بدي استلم هيك منصب سنة سنتين زمان وبعدين اقعد ببيتي، ما بدي. خليني وزير دائم بهالوزارات المتعاقبة احسن لي، يعني حقيبة دائمة بالايد أحسن من 20 حقيبة على الشجرة يا فايز. بهيرة افتحي الباب. أكيد هذا فايز. يو وشو عرفك إنه فايز؟ ولو يا نوان، أكيد فايز سمع استقالة الوزارة وجاي يخبرني. إيه طيب لقوم حضر الفطور أنا لك. إيه بيكون أحسن. صباح الخير. صباحك عربي بصلاة على النبي. كسر السفرة؟ هلا مو وقت كسر السفرة يا عصام. كسرها سوا. قال لي لشوف، سمعت الأخبار؟ إيه سمعتها، قصدك خبر استقالة الوزارة ما هي؟ لك في غيره؟ سمعت وعود. شو عاصم بيك؟ شايف مبرد قلبك كثير. شو بدك ياني أعمل يعني؟ هلا أنت دريت مين رح يشكل وزارة جديدة؟ إيه دريت؟ جماعة التأميم والإصلاح الاجتماعي. اي مزبوط، بس هدول ما بيطلع لك تفت خبز بصحنه. ليش بقى يا فايز؟ اشو ليش بقى؟ انت من سابع المستحيلات تقدر تدبر حالك معه. ليش؟ شو المانع؟ اسمع يا رفيق فايز، انا قلت لك من زمان انه ما في طبخة بتنطبخ الا لازم يكون الي اصبع فيها، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، بس شو رح تعمل هلا؟ بسيطة، رح أمم حالي يا رفيق فايز. نعم؟ شو ما فهمت شو رح تعمل؟ يا سيدي رح اكتب المعمل يلي عندي باسم العمال، ورح وزع الاراضي يلي عندي على الفلاحين. شو بدهم اكثر من هيك؟ اصلا انا من طول عمري تقدمي وطليعي، وبحارب الفكر الاقطاعي والراسمالي والرجعي والامبريالي. إيه حاجتنا رجعيه بقى، كفاها الله حاجه. بس بهالطريقه رح تضحي باموالك. بجوز، بس شو اقولكن؟ الكرسي بيجيب المال ولا المال بيجيب الكرسي؟ اصفنوا فيها شوي، اصفنوا على مهلكم، مالي مستعجل.